أهلا وسهلا بكم مشاهدين، متواصلين معاكم في أسواق المباركية. نتابع عبر الفضائية الكويتية معرض سوق المباركية الشبابي الثامن. اللي نعرفه القهوة دائما تكون حارة، سواء القهوة العربية أو الناس القهوة التركية أو القهوة الفرنسية. عندنا بنت كويتية متخصصة في القهوة الباردة، روان الحمدان، مشاركة معانا في البوثات في هذا المعرض. اختي روان، أهلا وسهلا فيك، حياك الله معانا. الله يحييك. شو اللي خلاش التخصصين في القهوة الباردة؟ والله هذه موهبة عندي، وأنا أحب القهوة من زمان. حبيت أنوع فيها بالألوان، وصراحة لها طلب يعني أكثر من العادية. يعني هذا السؤال أختي روان، يعني الناس متعودين على القهوة الحارة، هل تعتبر مثلا مغامرة منك أنك أنت سويتي قهوة باردة؟ إي أنا وش جربت، وفعلا في يعني إقبال عليها حيل. فخلاص قلت خلاص بسوي، بنوع فيها يعني، مو بس بسوي نوع واحد. وفعلا يعني إقبال حيل عليها. من متى بديتي بهالمشروع القهوة الباردة؟ صار لي 4 سنوات بالضبط. في أحد بالبيت يعني يساعدك، من يعني أمك، خواتك، يعني صديقاتك، في أحد لا مساعدة يقدم لك مساعدة، ولا أنت بروحك؟ لا هذا كله أسوي بروحي والله. زين، اللي قدامنا قولي لهم، الحين عندنا 3 أنواع. نعم. الأول بلو كوفي، هو عبارة عن قهوة قهوة إسبرسو مع حليب ومع خلطة خاصة. الخلطة الخاصة فيك. إيه. تمام. هذه الخلطة ما تقولينها. لا ما أقول. تمام. وهذه. وهذه ريد فيلفت. صراحة هذه أكثر وحدة صار إقبال عليها يعني. بس هي عبارة عن قهوة وحليب وخلطة خاصة بنفس يعني نفس الزرقة. والثالثة. هذه معروفة، هذه سبانيش لاتيه. يعني هذه معروفة يعني قهوة وحليب. على فكرة يعني روان، هل ألوان هذه لها تأثير على طعم القهوة ولا يعني لا تزيد حالاتها يعني؟ لا بس شكل يعني شكل بس كشكل. هي يعني بنفس الوقت فيها خلطة غير عن يعني تميزها عن القهوات الثانية. هل اللي كبر عمرك اختي روان هم اللي يعني مقبلين على هالشغلة هذه، خاصة وان الناس الكبار متعودين على القهوة الحارة يعني اللي معروفة، ولا بديتي يعني الكل يصابك؟ يعني صراحة بكل الأعمار، بعمري بكل الأعمار يعني. الحين هذه فقط 3 أنواع؟ اي نعم. ناوية تسوين يعني الشغلات الثانية؟ ان شاء الله بالمرات الجاية بسوي يعني ان شاء الله. شو المعنى قلت يعني ان هذا عليه طلب؟ لانه يمكن عجبهم طعمه. هل انت مشروعك مثلا عندك انستغرام روان؟ هل عندك مثلا قاعد تستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي؟ اي نعم. كل مرة قاعد تنزلين؟ اي يعني اكتف يعني كل يوم. شنو ردود يعني فعل الناس يعني كل ما نزلتي شغله معينه في اخذوا عطى معاهم يعني؟ ايش كثر في يعني صراحه اقبال، يعني حتى لما حطيت القهوه الملونه ايش كثر صار اقبال عليها، ويعني ايش يقولون تفاعل. انت اليوم موجوده في المعرض من يوم الخميس، يعني خميس وجمعه وسبت، شلون اقبال الناس هنا على يعني وقاعد يشوفون بنت كويتيه قاعد يعني تبيعين؟ والله يعني اقبال يعني وايد شفت يعني ايش كثر يعني من كل الاعمار. هل يخليك مثلا روان هذا التشجيع من الناس والاقبال يعني لقيتي ان شغله ايجابيه انه قاعد يشترون منك، قاعد تفكرين بشغله اكبر يعني؟ ان شاء الله ببطل محل ان شاء الله، بس يعني اوصل السن القانوني لان انا عمري 17 سنه. نعم. الحين حجم واحد يعني هل يعني هالعلبه اللي قدامنا، هالبطل اللي قدامنا هذا، ولا عندك يعني احجام؟ لا بس هذا اكبر شيء عندي. وبس يعني في اكواب معهم. في بوكسات عندي، في كل شيء. وهذا السؤال يعني اختي روان، يعني احنا نبي الناس يتعرفون اكثر عليك، هل مثلا الواحد عنده مناسبه، عنده حفله، تروحين تقدمين لهم الشغلات هذه؟ في طلبات تجي عليك؟ ايش كثر، واكثر شيء يطلبونه البوكسات الكبار يعني. ويطلبون مع القهوه يعني كله. هل الاقبال يعني دليل ان اسعارك روان معقوله؟ جدا معقوله اسعارك. هذا بكم؟ البطل مع البوكس ب10. ب10 دنانير. والبطلين ب15 دينار. تسوين بالفي كبير وفي وسط. عموما روان الله يعطيك الصحه والعافيه وموفقه، يعني واحنا شايفين يعني اخوانك واهلك هنا موجودين معنا قاعد يشجعونك، وان شاء الله مثل ما قلتي يتحقق حلمك ونشوفك يعني عندك معرض وعندك محل وزباين اكثر واكثر. والله يعطيك الصحه والعافيه، تشرفنا بحضورك اختي روان. مشكوره. شكرا.
مشكورين. احنا ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا، فاصل ونروح حق نجيب القحطاني الموجود في المعرض. شكرا زميلي سعد، متواصلين معكم مشاهدي الكرام من اسواق المباركيه ومعرض سوق المباركيه الشباب الثامن تحت رعايه سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظ الله ورعاه هالشباب الكويتي اللي موجودين ما شاء الله عليهم منتشرين في اسواق المباركيه. من اول ما تدخلون سوق المباركيه يمين يسار تلقون الشباب الكويتي، لكن ودنا نسلط الضوء عن هذا الموضوع عن هذا البوث. اول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلين ايش العافيه؟ الله يعافيك. ممكن نتكلم كبدايه انت في هذا المعرض وشاركتي في هذا المعرض، هذا المعرض للسنة الثامنة على التوالي، لكن ودي أعرف شنو عندك؟ هلش هذه أول مشاركة شاركتي قبل هالمرة؟ للأمانة هذه أول مرة أشارك بهالمعرض هذا سوق المباركية. أول شيء حابة أشكر صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد أنه أعطانا هالفرصة أن احنا نعرض منتجاتنا. بالنسبة لي أنا عندي الكوكيز، أسوي الكوكيز بثلاث أنواعه، وعندنا تيستر ناس تقدر تمر تذوق تتذوق، إذا عجبها تقدر تاخذ مني. لما تسوين هالكوكيز هذا اللي تكلمتي عنه، شنو انطباع الجمهور؟ لابد ان في ناس تجيش سواء من داخل الكويت او من برا الكويت يسالونك والله طعمه حلو طعمه لذيذ، شغلات اللي تسوينها شغلات حلوه ممتازه، شنو تشوفين تشجيع من الجمهور اللي موجودين؟ للامانه وايد يشجعوني لما يذوقون مثلا يقول والله طعمه لذيذ انت مسويته، يشجعوني يعطوني مثلا دافع ان انا مثلا اعطي من نفسي اكثر، فالشيء هذا جدا جميل. هل في احد يساعدك معاك يقول يا بنيتي مثلا والدتك والدك احد من اهلك يساعدك خلاش تدشين في هذا المشروع؟ اكيد امي وابوي شجعوني على هالشيء هذا. يوم بديتي في هذا المشروع ما شاء الله كنت قبل تعرضين مثلا المعروضات او مشروعك فيه عن طريق التواصل الاجتماعي، لكن الان ما شاء الله انت موجوده في سوق المباركيه، انت الحين خميس يمع السبت، اعطينا انطباعك شنو الانطباع اللي شاهدتيه في سوق المباركية؟ بوثنا لما نزل بالمعرض اعطينا فرصة حق الناس انهم يذوقون الشيء، مو بس يشوفونا كصورة مثلا معروض على السوشيال ميديا مثل الانستغرام، فزاد مبيعاتنا هالشيء. الخلطات اللي تسوي لابد انها في خلطات سرية ما راح تقول حق احد، لكن لابد ان الخلطات هذه انت تسويها بنفسك، فيها اضافات فيها شغلات، في ناس مثلا في ان شاء الله في سكر ابي مثلا يكون السكر خفيف، فهل في الشغلات هذه مثلا خذيت الاحتياطات فيها؟ للامانه انا ترى توني بلشه مشروعي، بس هذه حطتها بالحسبه ان في ناس مثلا في حساسيه من البيض، في وصفات راح اسويها مثلا حق الناس اللي في حساسيه من البيض، او في وصفات مثلا مثل ما انت قلت نقلل نسبه السكر، او يكون حق الدايت ان شاء الله، يعني في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله عندك خطه مستقبليه ان شاء الله باذن الله تكون مثلا عندك يكون عندك شغلات حلوه ممتازه وجميله. زين الحين احنا يعني بنقول حق الجمهور والمشاهدين اذا يوصل المباركيه كم رقم بوثك؟ رقم بوثي 25، يشرفوني ان شاء الله. رقم بوث 25، تعالوا حياكم الله، جربوا الكوكيز الحلوه اللذيذه اللي موجوده في اسواق المباركيه من بناتنا وعيالنا الكويتيين، عسى الله يعطيكم العافيه. مشاهدي الكرام تواصلي معاكم في اسواق المباركيه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معاكم من اسواق المباركيه عبر الفضائيه الكويتيه، نتابع معاكم مبادرات الشباب الكويتي ضمن معرض سوق المباركيه الشباب الثامن الذي يقام سنويا بمكرمه ساميه من سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. عاد سليمان عادل الزيد الوالد عنده بالبيت مناحل، هو قاعد يسوق الى الوالد وعنده بوث هني، راح نتكلم اكثر عن هالعسل اللي عنده. سليمان اهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. هلا بالشيخ، شلونك؟ بخير الله يسلمك. بوثك رقم كم هني؟ 27. 27 اي نعم. انت ما شاء الله متخصص قاعد تبيع عسل. اي نعم.
شلون اقبال الناس عليك من يوم الخميس واحنا اليوم السبت؟ الحمد يعني لله. كل واحد لا ثلاث ايام يعني الحمد لله اقبال جدا ممتاز والله الحمد. الحمد لله. اكثر نوع عليه اقبال اللي هو الصغير. هذا الصغير اي نعم 100 جرام اي نعم مكتوب عليه عسل سدر طبيعي اي نعم. هذا عليه نعم. اقبال شنو السبب عليه اقبال؟ حجمه الحجم اي نعم الحجم مناسب والسعر كذلك مناسب. السعر ما دام كم ما دام مناسب 3 دنانير اي نعم زين والله. وهذا هذا النص كيلو نفسه اي نعم كله سدر اي نعم. انت عندكم نوع واحد اللي هو السدر اي نعم سدر اي. هذا بكم تبيعونه؟ هذا النص كيلو ب15. هذا يعتبر الحين نص كيلو نص كيلو نعم 15 دينار اي نعم زين. هذا طبيعي 100%؟ 100% نعم. ايه. تقول لنا عادل انت عندك سليمان الوالد عنده مناحل؟ اي نعم. وين اي مكان عندكم؟ عنده بكبد وعنده بالجهره. اي اي نعم. انت تروح مع الوالد هناك تشوف يعني طريقه اهتمامه بالنحل؟ اي نعم. اي وعمليه الانتاج العسل؟ اي نعم الفرز اي نعم ايه. كله قام استفدت والله الحمد. ايش وشو انت الحين الوالد مخليك سليمان حق التسويق؟ اي نعم تسويق. زين احنا الحين عندنا هذه بعد؟ اي نعم هذا الشهد. الشهد اللي هو خلية النحل. خلية النحل نعم. اي هذه الخلية. ايه. بالسنة كم مرة تنتجون يعني السليمان؟ يعني مرتين تقريبا. مرتين عادة يعني ايه. الفصل الصيف وبعض المرات يعني فصل الربيع ايه نعم. هو الزهور لكن انتو لكن اي نعم السدر يكون اللي هو يزهر شهر 9 والفرز يكون شهر 11 صح يعني. زين هالعسل هذا في فترات معينة تحس انه في اقبال عليه؟ بهالفترة هذه اللي هي شهر 11 ايه؟ بعد الفرز يعني ايه لانه منه فوائد يعني قاعد اشوف مثلا سليمان ان الحين خاصه مع تقلبات الجو مثلا احنا الحين بالشتاء يعني بعد فتره معينه راح ندش في فصل ثاني فعمليه تقلبات الجو والانتقال من فصل الى اخر تشوف الناس يعني تصير عندهم الامراض فتلقى طلبات كثيره على العسل. صحيح سبحان الله لانه هو يعني مفيد للزكام للبلاعيم أيه. وكثير من الأبراض صح خاصة إذا كان العسل طبيعي سليمان أي نعم يعني طبيعي. الناس بدأوا هني يعني نشوف وايد ما شاء الله يعني في عندنا جمعية يعني النحالين في فريق للنحالين في يعني احنا نسوي وياهم لقاءات يجتمعون مع بعض بشكل كبير بدينا حتى يمكن انت والوالد يمكن تروحون تشوفون بدأت تنتشر عملية ان الناس يربون النحل بالكويت وينتجون العسل. صحيح سبحان الله اي يعني خاصة يعني عندنا بالكويت. عموما خليك معانا سليمان زميلنا نجيب القحطاني في موقع آخر من أسواق المباركية نروح له ونرجع مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد نكمل حديثنا مع سليمان عادل الزيد هو نحال وأيضا قاعد يسوق لإنتاج والده عادل الزيد من المناحل اللي عندهم سواء في المحمية الجهرة أو في كبد. اهلا وسهلا فيك سليمان مره ثانيه. اهلا. احنا قاعد نقول حق الناس هذا عسل سدر. اي نعم. فانتوا بالمحميه اللي عندكم اللي قلت في الجهره وفي كبد. زارعين كميات كبيره من السدر سليمان؟ اي نعم تقريبا 25. 25؟ اي نعم 25 سدر اي نعم. هذه وين؟ هذا بكبد. بكبد. اي نعم. ومحمية الجهرة بعد عندكم هناك؟ لا ننقل الخلايا. تنقلون الخلايا هناك؟ اي نعم. زين انا اللي عرفته سليمان منك ان الوالد من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن ما شاء الله عليه عنده المناحل وقاعد يتحرك يروح المحمية بالجهرة يروح الكبد هناك اللي عندكم فقاعد يشتغل بيده وقاعد ينتج هالعسل الطيب هذا يعني. اي نعم معاه شريك هو. اي. اي فيساعده ويعني. إيه. شنو اغلب الاسئله اللي تجي لك هني من الجمهور الموجود بما انك مشارك في المعرض سليمان؟ ايش معنى يعني تعرضون عسل السدر؟ اي. ليش مو وشنو جوابك؟ جوابي ان تبدي يعني تزهر السدره إيه؟ شهر 9. اي.
وشهر 11 يبدي الفرز. إذا تأخرتوا عن شهر 11 سليمان شنو يصير؟ في شجرة الكنيكاربس هذه يعني إذا تأخر الفرز تقريبا شهر 12 يصير العسل مر. نعم. عشان كذا حاطين ببالكم يعني هذا شهر 11 يكون الفرز. لكن ما شاء الله عسل سليمان الزيد حلو. هذا قلنا بكم هذا؟ هذا الصغير 100 جرام 3 دنانير. 3 دنانير. نعم. وهذا نص كيلو؟ هذا النص كيلو ب 15 والكيلو تاخذ قرشتين كيلو ب 25. والخليه؟ الخليه نص كيلو ب 15 كذلك. على فكره سليمان قاعد تعرضون بالانستغرام مثل وسائل التواصل الاجتماعي يعني اللي يدش عليكم الحين يبي عسل طبيعي من شاب كويتي قاعد يساعد والده وقاعد ينتجون عسل طبيعي كويتي والناس اللي تدور عليه يعني هالعسل الطبيعي يعني. اي نعم في حساب. اي شنو شو اسم حسابك؟ اسمه عادل الزيد. اي نعم. يدشون انستغرام عادل الزيد يشوفون كل انواع العسل كل هالانواع هذه يعني والخلايا وال... نعم. عموما سليمان الله يعطيك الصحة والعافية والله يبارك لكم وإن شاء الله في حلالكم وتحياتنا حق الوالد بما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو اللي مجاب المنحل بنفسه فإحنا نوجه له تحية ونقول الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو سليمان وإن شاء الله منها للأعلى وإن شاء الله نشوف عندكم يعني معرض خاص في عادل وسليمان الزيد للعسل إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونكمل معاكم. مشاهدينا الكرام تواصلنا معاكم في أسواق المباركية ومن موقع إلى موقع ومن مشروع إلى مشروع. هالشباب الكويت الله يعطيهم العافية في سوق المباركية لمعرض سوق المباركة الشباب الثامن ما شاء الله متميزين. أول شيء نقول لك مساك الله بخير يعطيك العافية. مساك الله بالنور. الله يعافيك ما قصرتوا صحة والعافية. وحبيت أشكر شغلة شيخنا على الموقع اللي هو حط لنا إياه وما قصر ووفر لنا الشغلة هذه وشجعنا بدعمه وما قصر الله يطول بعمره إن شاء الله يا رب. آمين يا رب إن شاء الله. أول شيء ودي أتكلم معاش أنت لك أول مشاركة ولك مشاركات سابقة في هذا المعرض؟ إي نعم أنا لي مشاركة الرابعة هذه حاليا وتبارك الرحمن وايد حلو والله يعطيهم الصحة والعافية المنظمين وغير شيخنا اللي سوى لنا هالموقف. قبل لا ندخل في شغلك انت خميس يمع سبت شلون الإقبال شلون الجمهور شلون الاستفسارات منك؟ لابد انه ما شاء الله خلنا سواء من الكويت او من برا الكويت الكل وده يزور. اي والله ما قصروا والله يعني الجمهور الخليجيين كلهم موجودين والله ما قصروا وهم من جمهورنا وإقبال وايد وايد حلو واللي حبيه حياه الله قبل له. خلينا ندخل عن الاكسسوارات اللي موجوده هذه كاميرتنا قاعد تاخذ لقطات اعطينا نبذه عن هالاكسسوارات الحلوه هذه اللي موجوده شنو قاعد تسوين شلون تسوينها وش الطريقه وش الديزاينات؟ اكسسواراتنا عندنا حاليا في اشياء سوارفسكي وفي عندنا العقيق وفي البلاستيك على حسب الشخص اللي تحبه وعندنا احنا حاليا قاعد نسوي بروشات عيد الوطني احنا مسوينها عن اكريليك مع مكتوب فيها النشيد الوطني وحاليا عندنا بعد هني حاليا السلسله هذه مطلي ذهب وفيها هم شعار اللي يحبها مثلا ياخذ السلسله او مع اي بروش يحبونها. انا شوف عندك خريطه الكويت بعد موجوده. اي نعم خريطه الكويت وفيها على النشيد الوطني احنا مسوينها عن طريق الاكريليك. هل في احد يساعدك انت؟ انا قبل لا اطلع هوا معاك قلتي لي في احد يساعدني وموجوده معاك اولا باول في كل دقيقه وفي كل ثانيه. اي والله ما قصرت هي وفوق راسي والله الوالده هي اللي تساعدني تسوي وياي اذا صار عندي مثلا دوام وكذي فهي تيتي اقول لها عندي اوردر سوي لي هالقب وتساعد معاي. يعني ما شاء الله الوالده هي تقوم بالشغل كله معاك. اي نعم اي والله الوالده بس ما تحب تطلع بالتلفزيون. نعم وحنا اول ما جات قالت لا خلوا بنيتي هي اللي راح تطلع معك. اي ما تحب بس هي تساعدني وهي اللي تسوي وياي بس ما تحب تطلع بالتلفزيون. اشوف انا الوالده وبعد بايام متهمن هم لها الموجه ما شاء الله كلهم موجودين. اي والله اي والله وهم من دعمهم من هم وهم ما قصروا عندي يدتي وحاليا عندي يمي خالتي الكبيره وما قصروا معاي هم من يوم يساعدوني وهم هم من يشجعوني وايد وهم يعني عسى الله يحفظهم لك ان شاء الله ويخليهم هذول هم شمعه البيت اللي عندك زين وشيء حلو لما نشوف البنت الكويتيه ما شاء الله كنت تحطين شغلك ومشروعك في التواصل الاجتماعي لكن الان الكل ما شاء الله يشاهده في اسواق المباركيه. والله ما قصروا معاي هم من اهلي وخالاتي كلهم ما قصروا
ودعم وكل شيء سووه، وهم شغلنا بالانستغرام. قبل أن نختم معاك، كم رقم بوثك اللي يسوق المباركية؟ خلي إيه رقم البوث وشوف شغلك الطيب. رقم بوثي 71، اسم المشروع دي اف كي نيكلس. تستاهلين، عسى الله يحفظك وعسى الله يعطيك العافيه انت ويا الوالده، عسى الله يحفظها الوالده قاعد تتابعك من بعيد لبعيد، وخالاتك يدتك يمك، مشكوره يعطيك العافيه. وهم من حابه اشكر شيخنا على الوقفه اللي معانا وحق مشروعنا وحق اللي ما عندهم مثلا رخص وشغله المشروعات الهاند ميد، جزاه الله خير والله يطول بعمره يا رب ان شاء الله يا رب، ويخلي لنا ان شاء الله يا رب. تسلم يعطيك العافيه وعساك على القوه. مشاهدي الكرام، تواصلي معاكم، راح نروح معاكم الى موقع اخر في اسواق المباركيه، معرض سوق المباركيه الشبابي الثامن. مشاهدي الكرام، تواصلي معاكم في اسواق المباركيه ومعرض سوق المباركيه الشبابي الثامن. ما شاء الله هالشباب الكويتي من مشروع الى مشروع ومن مكان الى مكان. نحب نخلي المشاهدين الكرام يشوفون شنو الشغلات الحلوه اللي موجوده عند الشباب الكويتي، وهما البوثات شنو موجود فيها. اول شيء مساك الله بالخير. مساك بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ودنا نتكلم كبدايه، انت وجودك في هذا المعرض، في هذا المكان، هذا المعرض السنه الثامنه على التوالي، شنو شعورك في هذا المعرض؟ شنو تشوفين الجمهور، الناس، الشغلات اللي عندك اللي موجوده؟ اولا انا اللي خلاني ابلش المشروع ان انا كنت حابه طريقه البوثات من قبل سنتين. لما نيت حبيت الأجواء، حبيت الطريقة، حبيت، فمن هني بلشت مشروعي عشان أنزل وشارك بالبوث هني. الآن خلينا نتكلم عن التصميم. أنت ما شاء الله عندك شغلات حلوة مصممتها، أنت الكويتية تصمم ما شاء الله شغلات وايد حلوة. عطينا التصميم الحلو اللي قاعد تصممينه، الشغلات الحلوة اللي أنت قاعدة تسوينها حق هالجمهور الطيب اللي يجي وتعنى ويجي سوق المباركية. يعني مثل هالقطعة البرودكت والخام والشغل كله بتركيا، بس تصميمي أسافر أصمم وأجيبهم معي. هذا انت مجرد تشتري القطعه، لكن التصميم انا شغلي، الواني، اختياري، تركيباتي، اشتري من اي محل واركب القطع. يعني احب العب الالوان. انا اشوف ما شاء الله شغلات كلها فيها فصوص ما شاء الله حلوه وجميله، وحتى تبرق من بعيد، الكل ما شاء الله يجي يوصل يتعنى يشوف الشغلات الحلوه. يعني حبيت اكسر الموجود، يعني حبيت ان شيء ما يكون متوفر منه وايد، فعشان كذي ان دخلت ذوقي مع الأشياء اللي بنات يحبونهم. أنا شوف القطعة هاي اللي وراك البرتقالية، خليك مني، خليك شيء مني، إيه بس خل عشان تأخذها كاميرتنا. القطعة البرتقالية هاي اللي وراك، أنت مركبة عليها الشغلات هذه؟ إيه يعني القطعة جاهزة، شريتها من محل بتركيا، أخذها وديها المشغل هم بتركيا وأركب عليها، أشوف شنو يلبق عليها، شنو الطريقة، شنو اللون، وأركبها مرة واحدة. عندك مشغل بالبيت؟ في أحد يساعدك موجود معاك؟ لا، شغلي كله بتركيا، أقص تذكرتي، أروح المشغل أسوي شغلي، أجيب وأرجع مرة ثانية. يعني شغلك كله بتركيا، تسوينه وتجين هني تركبين الديزاينات اللي موجوده؟ اذا ما عندي وقت اسافر بالفيديو كول اشتغل، اقعد يوم يومين مجابله الفيديو كول واصمم معاها لين اروح استلم شغلي. لو نتكلم عن المعرض، اول مره تشاركي في هذا المعرض ولا لك مشاركات سابقه؟ لا الحمد لله ثاني مره، وصراحه مبادره وايد حلوه من الشيخ صباح، انه اعطانا مجال ان احنا نطلع اللي عندنا وان نضيع وقتنا بشيء مفيد. يعني أنتم بالسابق قبل عن طريق الانستغرام، عن طريق الواقع التواصل الاجتماعي، لكن الآن الكل يمر عليك ما شاء الله، سواء من الكويت، من برا الكويت، الكل يشجعك بعد. يعني وايد انشهرت، وايد صار عندي كاستمر، وايد ناس قاموا يعرفوني بسبة معارض المباركية. يعني بدايتي. قبل لا نختم معك اللقاء، بعرف كم رقم بوثك اللي يدش سوق المباركية، تعالوا مروا البوث رقم الفلاني، شوفوا الشغلات الحلوة. رقم بوثي 18، اسم الأكونت أنا ستايلش. ممتاز، يعطيك العافيه وعساك على القوه. الله يعافيك، ما قصرتوا. حياك الله. مشاهدي الكرام، تواصلين معاكم في اسواق المباركيه ومعرض سوق المباركيه الشبابي الثامن. خلونا نروح معاكم الى موقع اخر في اسواق المباركيه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. معانا دلال المطوع، متخصصه في الاكسسوارات. دلال اهلا وسهلا فيك. هلا فيك. هلا والله. اي بوث انت رقم كم؟ بوث رقم 7. هذه اول سنه تشاركين فيها؟ اي والله. اول سنه تشاركين؟ لا هذه ان شاء الله هذه ثاني سنه. ثاني سنه بالضبط. شو اللي خلاك تشاركين بالسنه الثانيه على التوالي؟ يعني شنو الايجابيات اللي شفتيها؟ ما شاء الله الناس وايد. أيه؟ الخليجيين ما شاء الله. أيه؟ حابين شغلك؟ اي يعني هم اللي شجعوك انك اي اشارك مره ثانيه. اي والله.
تكلمين لنا عن شغلك بالاكسسوارات، يعني من متى بديتي فيه؟ تقريبا 3 سنوات. وللحين مستمره ما شاء الله. شو اللي حببك فيه؟ احب الالوان، احب الرسم، احب نوع الاكسسوار، احب اشتغل على اللولو، الصدف، الكريستال، اجيب صدف من برا وانا اسويه. يعني الحين هذا مثلا، اي نعم، نبيش تشرحين لنا عليه، شنو سويتي فيه من البداية لين صار اكسسوار معروض للبيع؟ هذا طبعا انا طبعا اشتري الكريستال بالحبة، اقعد اشكه زين، وعلى حسب اللفات اقدر اسوي العقد. وبالنهاية يطلع كذي. بامكان تسوين لفات اكثر او اقل؟ بالضبط، انا الحين انا عندي عندي 3 لفات، والحين انا مسويه هذا 5، وفي اكثر. حسب الطلب ولا انت حسب تعرضين؟ الطلب. ساعات وساعات انا اسوي واعرض. ما شاء الله في ناس ترغب. الكريستال تبينه من الكويت ولا يعني لا، الكريستال من الصين. انت بس اخذه من هني بالكويت اشتري. هذا انت سويته. قولي لنا بعد الحين هالنوع هذا شنو؟ هذا صدف. صدف. اي. شاريته من الهند، وانا اشكه على حسب الديزاين اللي انا يخطر على بالي. طبعا الديزاين ارسمه واشكه في البيت وبس. زين، هذا ما يعتبر يعني ثقيل دلالة على هو؟ لا، في ناس تتحمل بس لا والله في وايد ناس ترغب حابينه يعني. اي، هل تاخذين اراء الناس يعني لما تقول والله في ناس وايد حابينه، تجيلك طلبات يعني والله نبي كذي نوع معين؟ اي وايد. تمام. زين اختي دلال، الحين هالشغلات هذه هل حاطه اعمار معينه تبدا من كذي لكذي ياخذون منك اكسسوارات؟ لا والله كل الاعمار ما شاء الله. يعني في الكبار بالسن ياخذ؟ اي والله. هل لهم طلب يعني يعني البنات طلباتهم يعني الوانهم غير الكبار بالسن يطلبون منك لون معين مثلا او كبار بالسن وايد يطلبون الوان الفاتحه، الابيض اكثر شيء. البنات لا، اكثر يحبون الوان الفرحيه. انت هنا في البوث شنو اللي اكثر شيء بعتيه يعني انت خميس وجمعه واليوم السبت؟ والله في عقد خلص الصراحه. هو اكثر مبيعا عندي، والحين صار سولد اوت. بس هو الوحيد اللي للحين قاعد تجيني عليه طلبات. ما دام عليه طلبات راح تسوين يعني اوردر جديد مثلا؟ اكيد راح اوفر، لان للحين في طلبات زياده صارت عليه. على طاري كلمه طلبات زياده، في مواسم معينه تصير عليه على على الاكسسوارات طلبات؟ برمضان. برمضان وايد ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه اكثر شيء. اي شاركت بمعرض انت اليوم موجوده في معرض سوق المباركيه. نعم. الشبابي الثامن. صح. هل لك ايضا مشاركات خارج هذا المعرض؟ اي ان شاء الله راح اشارك بمعرض ارض المعارض اللي بمشرف ان شاء الله. اي، وبشوف ان شاء الله وين في معارض وان شاء الله. بما انك تسوين اكسسوارات، ما فكرت شيء مثلا مناسبه معينه مثلا احنا والله احتفالاتنا بالعياده الوطنيه؟ بلى، انا مسويه الحين هذا خريطه الكويت ولابستها. واحد هو يعتبر علاقه سياره، بس انا لابستها الحين كقلب. اي، واول سنه اشارك فيها اني اسوي حق العيد الوطني. عموما دلال الله يعطيك الصحه والعافيه. وشاكر لك جدا والله، يوفقك ان شاء الله. وتحياتنا لك ولاهلك اللي موجودين معك هني. يعني اخوانك واخواتك اللي موجودين معك فيهم الخير والبركه. ان شاء الله، وان شاء الله نشوف لك يعني معرض خاص فيك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وانا احب اشكر الشيخ بابا الصباح على هالمعرض. والشكر لك بعد، وحق تلفزيون الكويت كله. اهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. مشاهدينا، فاصل نروح الى نجيب القحطاني.